في اليمن أفاد مراسل العربية بمقتل 10 أشخاص جراء انفجار عنيف استهدف مبنى لحرس المنشأة التابع لقوات الحزام الأمني في حي المنصورة وسط المدينة. شهود عيان أكدوا أن الانفجار تسبب في حدوث أضرار كبيرة في مبنى الشرطة ومبان مجاورة، في حين أشارت مصادر قريبة من منطقة الحادث سماع إطلاق نار وحدوث اشتباكات بعد الانفجار مباشرة. أعلن تحالف الدعم